يعتبر انه المهرب بتاع الاثار اخطر من بتاع المخدرات؟ اكيد طبعا، دين ده بينكم دي مرؤوس بلد. رساله قويه جدا طبعا. ده بيشيل خير البلد. ايوه، في ناس كمان كتبوا في الاثار برضو، وعوا الناس بالاثار وقيمه الاثار، وده دي اشياء يعني، دي رسائل ممكن تخلي الناس تقدر تحافظ على اثارها كده. انت كتبت حاجه في والله انا طبعا انا بفضل الله تعالى ربنا بانعم عليا، وطبعا انا محب الاحساء حب فوق الجنان يعني. يا سلام. واعشق الاحساء كبلد لديها ثقافه ولديها حضاره ولديها موروث. يعني الاحساء بلد يمكن عمرها اكثر من 3000 سنه او 4000 سنه. ليها والله شكرا لحسا. واحنا بنشكر كل القائمين عليها والله والعاملين فيها، من اصغر مسؤول الى اكبر مسؤول. كلمنا عن تراث التاريخي، كم منطقه تاريخيه واثريه لنا الاحساء لو ان شاء الله تعالى لازم تشوفها حقيقي ولازم تزورها بالكاميرا. فالحمد لله ربنا كرمنا، حاليا شغال على كتاب اسمه عين على الاحساء. بعد ما قرات 57 كتاب كتبوا عن الاحساء، ما بين الاحساء لها لهجه خاصه بيها، لها رؤيه خاصه بيها. الاحساء حاجه مختلفه. وطبعا بعد ما شجعني الاستاذ جعفر الخواهر صاحب متحف اثار التراث، بعد ما كتب كتاب عن تجربته الشخصية وعن متحف دار التراث، والكتاب المفروض إن شاء الله تعالى يعني احنا جايبينه معانا بس أحمد كان طبيعي. جميل. هنجيله راجعين إن شاء الله نتكلم عنه وتكمل. تمام. وده يعني لابد أن يحفظ التاريخ بالورقة والقلم. نعم. لابد أن يحفظ ويكتب. يكتب كما نراه، يدون شيء توثيقي يجلس الأجيال الجاية. وأعتقد أنه الرقمنة في حديثك هذا بتساعد كثير جدا في تحفظ هذه الآثار كتصوير وكمعلومات، والرقمنة لها دور كبير جدا جدا.